أعطيت الانطلاقة لبرنامج انفتاح بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013، وخصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليون درهم. في إطار المغرب الرقمي تنستهدف في هذا الإجراء نتاع انفتاح المقاولات جيت صغرى تو بيتي زونتربريز، المدير نتاع الشركات ولا مول الشركه اللي تتعمل قل من 3 مليون درهم في العام نتاع رقم المعاملات عادي يمكن له يمشي للغرفه نتاع التجاره والصناعه. كاين 28 غرفه في المغرب، عادي نكون نقوموا داخل الغرف بحملات تحسيسيه باش يفهم كيفاش يستعمل هذه التكنولوجيات المعلومات. من بعد ما يحضر هذه الحمله التحسيسيه وهذا التدريب عاد نعطيه واحد الجواز رقمي، وهذا الجواز الرقمي غادي يمكن له باش يستافد من دعم من طرف الدوله نتاع 30% لشراء واحد الحاسوب متنقل. الربط غادي يكون فيه ربط بالانترنت لمده سنه، وايضا واحد البرنامج نتاع تدبير الفاتورات. الهدف هو 10,000 من هذه المقاولات الجد الصغرى من هنا 2013 باش تحسن الانتاجيه ديالها. يهدف برنامج انفتاح إلى خلق ورشات تحسيسية مجانية لتحفيز المقاولات الصغرى بكل مناطق المغرب على استعمال تكنولوجيا المعلوميات وجعلها تكتشف إيجابيتها التواصلية والتقنية. كما يرمي البرنامج إلى تسليم 10,000 رخصة رقمية للمقاولات المستفيدة في أفق 2013. هذا البرنامج هذا غادي يخول المقاولات الصغرى اللي غادا تنخرط مع الغرف اللي غادي يستافدوا من واحد التكوين باش يستافدوا من واحد مجموعه ديال الامتيازات اللي هي عباره عن حاسوب وعن انخراط في يعني لابونمون الانترنت، انخراط في الانترنت اللي غيكون مؤدى بواحد الثمن رمزي. الحاسوب يعني مدعم من طرف الدوله، واحد الدعم ديال 30% الذي لا يتعدى 1500 درهم، بالاضافه لانخراط سنوي في الانترنت، بالاضافه لمجموعه ديال الامتيازات لتسهيل ولوج هذيك المقاوله الصغرى لعالم الانترنت، وتولي المقاوله ظاهره في الانترنت، ويمكن هذاك المقاول انه يكسب زبائن جداد ويعرف المقاوله ديالو عن طريق الانترنت. ويمنح في إطار هذا البرنامج دعم من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة للحصول على حزمة انفتاح محددة في سقف 1500 درهم لكل مستفيد. هو برنامج اللي كيهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا من ولوج العالم الرقمي عن طريق دورات تحسيسيه وتكوينيه اللي غناخذوه، يعني التكلفه ديالها حنا اللي غنديوها، يعني المقاول ما غيدي حتى شي ما غيخلص حتى شي حاجه. ثانيا من اللي غيدير هذا التكوين هذا غنعطيه واحد الرخصه رقميه اللي غتمكنه باش يعني ياخذ واحد لورديناتور، واحد لا كونيكسيون 3 جي بوندون 12 موا، وواحد لو بروغرام ديال لا جيستيون ديال لي فاكتور ديالو. هاد الباك انفتاح الدوله غتدعمو ب 30% يعني، وهو يتم التسويق ديالو من خلال ماروك تيليكوم ميديتيل، لان هما اللي كيواكبونا في هاد العمليه هادي. كذلك في جميع الجهات المملكه غرف الصناعه والتجاره هما اللي غيقوموا بالاشراف على تنفيذ هذا المشروع هذا.